طيب يوسف شاهين، اه الراجل يعني مخرج عظيم وكبير، وانا بحبه. عزمك مرة واتنين على سكوت هنصور. لا بقول لك حاجه قبل سكوت هنصور. اه انا كان مين زميلي في معهد السينما بيدرس لنا يوسف شاهين اخراج؟ ايوه محسن محي الدين. اه كويس. ف في الثمانينيات يعني بكلمك، فاحنا يعني مين كان بيدرس لنا؟ يوسف شاهين. مين استاذي؟ اه كان يوسف شاهين برضو يعني، فهو انا مش علاقتي بيه صحفي او ناقد، لا ده استاذ. ايوه وكان يوسف شاهين محاضرته يعني بتبقى مكسره الدنيا، اه يعني هي محاضره، لان يوسف كمان كاريزماتيك، صحيح، فمحاضره بيحضرها كل الطلبه من كل ال... من كل ال حتى بتوع المسرح كان بيجوا يتفرجوا. الصفوف وكل اه اه كويس. وكان يسمح فيها في كل حاجه، سجاير، شاي، قهوه، يعني المفروض في ال... في ال... وانت في بتدرسي المدرجات ما في بيكونش حاجات. فيه. لا ما فيش مشكله. اه المهم فانا كمان علاقتي بيه جيده. ومثلا لما عرض المصير كنت موجود في كان، لما خد السعفه الذهبيه عن مجمل اعماله. ايوه كويس. يعني عايز اقول انا مواكب ماشي معاه يعني بالاحداث واستاذي. والتفاصيل، واستاذك بالاساس. كويس. وعزمني مرتين على سكوت سكوت هنصور. هنصور. انا اول مره فجعت، فقلت ربما ايه العيب عندي يعني، انت عارفه. فجعت اول ما شفت الفيلم. انطباعك عنه ايه؟ يعني انه سيء، وانه شوك ده يكون يوسف شاهين، يعني ايه ده؟ كويس. قلت ربما انا العيب عندي، يعني انت عارفه لما هرم كده وتلاقي حاجه خذلتك، فعاده اول حاجه بتتهمي نفسك مش ال... فمره تانية قلت لا انا مش هكتب ده، لازم اتاكد بقى. فمره تانية انا يعني ايامها كنت لسه بروح عروض خاصه، انا دلوقتي ما بروحش، لكن هنعرف يعني السبب ايه، بس رحت المره الثانيه. المره التانية سكوت هنصور وخدني بالاحضان وبتاع وحاجات كده، فلقيت الفيلم أسوأ من المره الاولى. يعني المشاهده الثانيه كانت اكثر سوءا. انا افتكر المشاهده الثانيه هتنور لي حاجه كده. فما طب لقيتش غير، اكتر النقاط اللي وقفت ما عندها لقيتش في هذا غير، العمل. بصي الفيلم كله مفيش غير ورد البلدي الاغنيه اللي كتبها جمال بخيت ولحنها عمر عمر خيرت خيرت. وقالتها لطيفه، والمشهد كمان تصويره حلو في خفه ظل. كويس. ايوه يعني لما تتكلمي على التصوير وعلى الاخراج والديكوباج، ده من احلى ما رايت. لكن الفيلم ضعيف. فكتبت انا فاكر عنوان كده، سكوت هنهرج، على وزن سكوت سكوت هنصور. عادي، مقال عادي زي ما انت شايف، مفيش حاجه ولا في حاجه. لا انا مش شايفه الاستاذ شاف ايه، هو ده المهم. كويس. انا فوجئت ان هم عاده المقالات عن الافلام ما بتنزلش غلاف، كانت روزة في قوتها بقى. نزل غلاف، فغلاف روزة كان اسمه سكوت هنهرج، وباين قوي انه على وزن سكوت هنصور. فعمل رواج، كل الناس بتتكلم عنه، لدرجه ان كل المقالات اللي بعد كده خدت من العنوان بتاعي. فاللي عايز يدافع عن يوسف شاهين يقول ايه؟ سكوت هنسقف. انت عايزه تقولي ان يوسف شاهين عظيم، انه حلو. فسقف. طيب لو انت عايز تهاجم يوسف شاهين بتقول ايه؟ هقول لك على تعبير ما اعرفش يصلح ولا لا، سكوت هنهق. يعني حتى علو اللي انا قلته السقف، انا وصلت لغايه نهرج. فالمهم كانوا لسه الفضائيات جديده، انا الكلام ده مطلع الالفيه. انا قاعد يعني في حالي في المانيال في بيتي عادي جدا، وفجاه بتليفونات وناس سمعني ان يوسف شاهين كان في ابو ظبي، فضائيه ابو ظبي بيشتم. هل التقيت بيوسف شاهين بقى طبعا بعدها؟ كتير بعدها. لا عايز اعرف اول لقاء بقى بعد هذه المقال. اللي انا بقول لك، انا هو في لقاء مهم، يعني المؤكد قبله كان في لقاءات بس سقطت من الذاكره. ايوه، انه الفيلم ده كان 2001 على ما اتذكر. انا في 2003 او 2002 يعني ما فيش، كنت بعمل برنامج اسمه عمالقه الفن. أيوة. السابع. طبعا طبعا طبعا. كان حد يتفرج عليه غيري؟ لا ازاي. كويس. فالمهم انا كنت بعمله، انا اللي بعده وانا اللي بقدمه وانا المعلق وغالبا انا المشاهد الوحيد. لا 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 ازاي. كان برنامج مهم جدا ومتشاف بشكل كويس. فالمهم انا كلمته عشان استضيفه في البرنامج. يعني اولا ما طلبش ولا ملين. ودي قناه عربيه. الجزء الثاني قال لي انا عايز بس ثلاث كاميرات. عاده كنا بنجيب كاميرا وبعد كده انا اسجل. يعني بعدين. عشان عشان نوفر، ما يبقاش كاميرتين. يعني الضيف بيتكلم بعد كده انا اسجل. انت عارف الطريقه يعني. ايوه.
قال لي عايز ثلاث كاميرات. وكان اكرم فريد، اكرم فريد ده مخرج طبعًا معروف طبعًا. كان هو مخرج البرنامج. فاكرم جاي عادي يعني طالع معانا في المكتب عنده فقال له مالكش دعوه انت بقى. واكرم تركيبه كمان. لا قال لي اكرم مالكش دعوه انا ده يوسف شاهين انا اللي هخرج. يعني اللي اخرج البرنامج وحط الكاميرات كان يوسف شاهين. وضبنا الكاميرات وعمل ثلاث حلقات. الجزء اللي يهمنا ايه؟ هو انا سالته ما هي، وده موجود على اليوتيوب، ما هي الافلام التي تسقطها من تاريخك؟ ايوه يوسف شاهين له اكثر من 40 فيلم. قال لي اسقط فيلمين نساء ورجال وسكوت حنصور. تخيلي بعد كل الدفاع المستميت عن فيلم بدأ يعني يبص للأمر بشكل حيادي.